مساء النور عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة سي تي في في كل مكان، ومشاهدي برنامج في النور برحب بيكم. وتاني حلقات الأسبوع النهاردة الحد، معادنا من الساعة 9 للساعة 11 مساء هنكون مع حضراتكم على الهواء مباشرة، وكمان تقدروا تتابعونا من خلال منصات التواصل الاجتماعي. صفحة القناة سي تي في إيجيبت هيكون عليها البث المباشر، وكمان صفحة البرنامج في النور بالعربي. مساء النور عليك يا مينا. مساء النور يا يوسينا، برحب بيك وبرحب بكل مشاهدينا الكرام اللي بينضموا لينا على الهواء مباشرة. حلقة جديدة النهاردة هنكون فيها مع حضراتكم لمدة ساعتين على الهواء مباشرة، وهنكون بنتابع مع حضراتكم مختلف الأخبار والموضوعات اللي حصلت النهاردة في مصر ومختلف الدول المحيطة كمان ودول العالم، بالإضافة لفقرات رئيسية هنكون فيها بنتابع موضوعات مهمة النهاردة في خلال الحلقة. حابين نقول لحضراتكم في بداية الحلقة ان احنا برنامج في النور بيتابع موضوع وقضية مينا عبد السيد، زي ما كنا امبارح استعرضنا مع حضراتكم اخر يعني التفاصيل عن الحادث، وكان معانا اخو مينا على الهوى وعرفنا منه كل التفاصيل. النهاردة لم يجد جديد بشكل كبير غير ان الطب الشرعي فحص الجثمان الخاص بمينا، وكمان قدر اسرته ان هم ياخدوا الجثمان ويدفنوه، لكن غير كده التحقيقات ما زالت مستمرة، واحنا طبعا بكل تأكيد هنتابع كل الجديد في قضية مينا عبد السيد. خلينا كمان في بداية الحلقة نهني طبعا المنتخب المصري بالفوز العظيم، ان هو كان أداء رجولي جدا النهاردة أمام منتخب المغرب، مش بس نتيجة لكن كان لعب حلو جدا، شفنا كل اللعيبة بيؤدوا أحسن ما عندهم، وكان الحقيقة أداء مشرف جدا في الماتش، وبكل تأكيد هيكون عندنا فقرة بنتابع فيها أداء المنتخب، بنتكلم فيه عن نقاط القوة اللي بدأت تظهر عند المنتخب مصر خاصة بعد صورته الجديدة أمام المغرب النهاردة، دي هتكون فقرتنا الثانية. أما فقرتنا الثالثة النهاردة فهتكون عن معرض الكتاب، ومع انطلاق نسخته 53 هنعرف أهم ما يميز النسخة الحالية، وهنتكلم بشكل تفصيلي أكتر عن أهمية الثقافة من خلال معرض الكتاب في فقرتنا الرئيسية. وعلشان كده النهاردة كمان سؤال حلقتنا هيكون مرتبط بنتيجة الماتش اللي المنتخب المصري فيه حقق فوز كبير على المنتخب المغربي، قولوا لنا رأيكم في أداء المنتخب المصري عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك وصفحة سي تي في إيجيبت من خلال البث المباشر، اكتبوا لنا رأيكم في أداء المنتخب النهاردة وأهم ملاحظاتكم عليه وتشجيعكم، لو ليكم كلمات تشجيع كمان للمنتخب المصري هنكون سعداء إن احنا نسمع من حضراتكم. نبدأ فقرة الأخبار بنشاط الرئيس السيسي، واللي كان ليه النهاردة اجتماع مع وزير العدل، وكان بيؤكد على ضرورة أن يتم إنجاز كل القضايا في المحاكم المدنية وكمان في محاكم الأسرة خلال الاجتماع ده، وكان ليه العديد من التوجيهات. خلينا نعرف تفاصيل أكتر في هذا التقرير. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم، فضلاً عن إعداد قاعدة البيانة التشريعية القومية. وقد استعرض المستشار عمر مروان في هذا الإطار قاعدة البيانة التشريعية القومية الصادرة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعي التي تتناول القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء والاتفاقات الدولية الصادرة حتى نهاية عام 2021، حيث وجه السيد الرئيس بدراسة سبل إتاحة هذه القاعدة الهامة والثرية لكافة الوزارات والجهات الحكومية والمهتمين بالشأن القانوني للاستفادة منها. كما تبع السيد الرئيس جهود إنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، أخذاً في الاعتبار أن القضايا المدنية المتداولة بالمحاكم قبل عام 2020 تمثل 12% من إجمالي القضايا المدنية المتداولة في الأول من يناير 2020، كما أن قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 تمثل 3.5% من إجمالي القضايا المتداولة في الأول من يناير 2021، موجهاً سيادته بقيام وزارة العدل ببلورة خطة متكاملة للانتهاء من هذه القضايا خلال العام القضائي الجاري.
أضاف المتحدث الرسمي أن السيد وزير العدل عرض أيضاً جهود الوزارة للحد من حالات الطلاق بالتعاون مع وزارة الأوقاف ودار الإفتاء، وذلك من خلال صقل المهارات المهنية والمجتمعية للمأذونين للتأكد من وقوع الطلاق بكامل أركانه ومحاولة الصلح بين الزوجين قبل توثيق الطلاق. كما اطلع السيد الرئيس على مستجدات أعمال التطوير التقني للمنظومة القضائية وما يلحق بها من إضافات، خاصة ما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة سيادته لتنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة. نتابع أكتر يعني أهمية متابعة الرئيس للقضايا المتأخرة خاصة في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، ونستقبل معنا عبر الهاتف الأستاذ فتحي سليمان مدير تحرير القاهرة 24. برحب بك يا فندم. أهلا بحضرتك فينا وأهلا بجميع المشاهدين. عايزة أعرف حضرتك شفت إزاي اجتماع الرئيس النهاردة ومتابعته أن يكون في قضايا متأخرة خاصة في المحاكم المدنية ومحاكم الأسرة؟ في الحقيقة متابعة دقيقة ومستمرة وجهود كبيرة يبذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي وأيضا تبذلها الجمهورية الجديدة لإنجاز ملف العدالة الناجزة في خاصة في الجمهورية الجديدة. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه رئاسة الجمهورية وهو يهتم بهذا الملف، شفنا عديد من اللقاءات والاجتماعات والتوجيهات والتكليفات وزير العدل رؤساء الهيئات القضائية، اجتماع العدالة اللي شفناه السنة اللي فاتت مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في العاصمة الإدارية الجديدة في شهر إبريل عام 2021، والسنة دي شفنا أكثر من اجتماع وجه خلاله الرئيس عبد الفتاح السيسي المستشار عمر مروان وزير العدل بإنجاز ملف العدالة الناجزة، وأيضا اطلع منذ فترة وأخرى على هذا الملف. النهاردة شفنا توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز القضايا المتأخرة خاصة القضايا المدنية وقضايا أسرة وإعداد قاعدة البيانات التشريعية القومية. القاعدة دي هتسهل لكل المهتمين في الشأن القانوني في مصر، أيضا لكل الوزارات والهيئات الرسمية الاطلاع على البروتوكولات والاتفاقات والإبرامات الموقعة بين مصر والدول الأخرى. قاعدة مهمة، قاعدة قوية وقاعدة جديدة مصر ستقوم بإعدادها عن طريق وزارة العدل. كمان الاجتماع النهاردة شفنا في توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته لإنجاز القضايا المتأخرة بالمحاكم المدنية ومحاكم الأسرة، وطبعا القضايا المدنية المتداولة في المحاكم حضرتك عارفة قبل عام 2020 كانت تمثل 12% من مالي القضايا المدنية المتداولة في قبل 2020. كمان قضايا الأسرة كانت قبل 2021 بتمثل حوالي 3.5% من إجمالي القضايا، وده رقم كبير. طبعا في الأول من يناير 2021 وبلغ في سنة واحد بس رئيس عبد الفتاح السيسي كان وجه بقيام وزارة العدل ببلورة خطة لإنجاز هذه القضايا والانتهاء منها خلال العام القضائي المنقضي والعام القضائي الجاري، وهو ما تقوم به وزارة العدل والهيئات القضائية. النهاردة كمان شفنا اطلاع وزير الرئيس عبد الفتاح السيسي اطلع من خلال تقرير تم وزير العدل على مستجدات التطوير الفني والتقني للمنظومة القضائية في مصر وما يلحق بها من إضافات، خاصة فيما يتعلق باستخدام الذكاء الاصطناعي وموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة في العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ القرارات الخاصة بإدراج العنصر النسائي من بداية السلم الوظيفي للتعيين في كل من مجلس الدولة وكمان النيابة العامة. ده توجيهات شفناها في اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في عام 2021 شهر إبريل اللي قلت لحضرتك عليه من شوية. كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإدراج العنصر النسائي، وده كانت خطوة لأول مرة في التاريخ في إلحاق المرأة للعمل في مجلس الدولة والنيابة العامة رأسا برأس وخطوة بخطوة مع الرجل للمساواة. وشوفنا كمان مجلس الدولة السنة دي أعلن في منشور أو في إعلان 21-2021 للتعيين وقبول التعيين للإناث
من دفعه او من خريجي دفعه 2021 وكمان النيابه العامه صحيح عن قبول الفتيات من خريجي دفعه 2021. دي خطوه وخطوات جديده تبذلها وزاره المعارف تبذلها رئاسه الجمهوريه في الجمهوريه الجديده من اجل المساواه، من اجل انجاز القضايا المتاخره، من اجل وطن اكبر يتسع للجميع، وكمان ارساء قواعد العداله الناجزه فيه كي يحصل كافه المتقاضين على حقوقهم كامله. طبعا مهم ان احنا نشوف متابعه للرئيس بملف القضائي او بالقضايا المتاخره كمان، وكمان بتعيين والمساواه ما بين الرجل والمراه في القضاء. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ فتحي سليمان مدير تحرير القاهره 24. النهاردة كان في اجتماع مهم جدا لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مع مجموعة وزارية مهمة وبعض الرجال المتخصصين في المجال الاستثماري في مصر، وتحديدا رجال الهيئة العامة للاستثمار. الاجتماع اللي عقده رئيس مجلس الوزراء النهاردة كان محوره الرئيسي هو تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر وتيسير كل العقبات اللي ممكن تكون بتواجههم في مختلف الاتجاهات. احنا عارفين انه من فترة كان في شغل كتير قوي على ملف بيئة الاستثمار في مصر، وكان في استحداث لنظام جديد عرف بنظام الشباك الواحد علشان خاطر نسهل إجراءات الاستثمار لأي مستثمر عايز ان هو يعمل مشروع او يستثمر في مصر بأي طريقة كانت. النهاردة الاجتماع الوزاري ده مع رئيس مجلس الوزراء كان فيه تأكيد على تيسير كل العقبات اللي ممكن تكون بتقابل المستثمرين من أجل مناخ أكثر ملائمة وأكثر تشجيعا على الاستثمار في مصر. وأكد رئيس مجلس الوزراء على دور الهيئة العامة للاستثمار في مساعدة الجهات صاحبة الولاية للترويج والتسويق للأراضي والمشروعات المختلفة المملوكة ليها. خلينا نتعرف أكتر على انعكاسات هذا الاجتماع من خلال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة اللي بينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير يا دكتور هشام. اهلا بحضرتك دكتور. ازاي شفت النهارده الاجتماع اللي عقده رئيس مجلس الوزراء، وفي تقييمك ازاي ده ممكن ينعكس على بيئه الاستثمار وتوفير بيئه اكثر ملائمه للمستثمرين؟ هو بدايه الحكومه المصريه مدركه تماما لامه الاستثمار، لان الاستثمار فيه هو اللي بيفتح شرايين جديده للاقتصاد، هو اللي بيطلع سلع وخدمات بيحتاجها المواطن، هو اللي يؤدي لانخفاض الاسعار، هو اللي بيولد وظائف، هو اللي بيزيد من الدخل القومي ويولد دخل بالنسبه للمواطنين. فالاستثمار دي مساله حابه للغايه. ومصر فيها امامها تحدي انها محتاجه تحقق وعد دافع على مدى فتره زمنيه طويله بمفهوم الاستدامه، وعشان ده يتحقق محتاجين ارقام كبيره من الاستثمار في كل قطاعات النشاط الاقتصادي تقريبا. والحقيقه الدوله او الحكومه بتنفق استثمارات عامه كبيره، ومؤكد انه هيظل موارد الدوله محدوده انها لن تتمكن من انها تزيد من حجم الاستثمارات العامه، لان ده هيظل له قيود على الموازنه العامه للدوله، والدوله اللي هي مدركه لهذا الامر وتحتاج لمكتب العمل من القطاع الخاص علشان يضخ استثمارات كبيره. ويمكن الدعوه المتكرره على لسان السيد الرئيس دايما في مساله انه مجتمع الاعمال والقطاع الخاص مدعو لمزيد من الاستثمارات في العديد من قطاعات النشاط الاقتصادي، لا سيما المشروعات اللي هي الدوله كمان بتعملها وبترحب بالقطاع الخاص انه يدخل في اطار من الشراكه او حتى يحصل عليها كامله من الدوله. في الدور ده الحقيقه انه السيد رئيس مجلس الوزراء بيعقد اجتماعات مستمده لبحث متطلبات مجتمع العمال. هذه المتطلبات قد تكون في شكل اراضي، مرافقه، مساعده تصعيد جيد يناسب مجتمع الاعمال، وهو ده الحقيقه المجهود اللي بتبذله الحكومه خلال الفترات الماضيه، اخذا في الاعتبار الخريطه الاستثماريه اللي المفترض موضعها وبتشمل او بتتضمن كافه محافظات مصر. وهذه الخريطه الحقيقه مفترض انه بيها القائم استثمارات كبيره، ومحتاجين انه مجتمع الاعمال ما يكونش له اي مطالب الا يتم تلبيتها على وجه الصوره. وعشان كده توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء مش بس للحكومه ولا كمان للمحافظين فقط، لكن كمان من خلال تشكيل لجان نوعيه علشان تبتدي تبحث في متطلبات مجتمع الاعمال وتنجز في مساله ان يتم تلبيه احتياجاتهم في اسرع وقت ممكن. وبالتالي اتصور انه ما تم الاتفاق عليه بيبعث برساله هامه من الحكومه لمجتمع الاعمال،
ان الحكومه بتسعى جاهده لي مش هقول لازاله المشاكل، لانه واقع عنده هيظل صمود طالما في صمود طبيعي انه يبقى في بعض المشاكل تظهر من هنا ومن هناك، لكن هيظل الرساله العام ان الحكومه بتبعث برساله تاكيد لمجتمع الاعمال انه الحكومه عازمه على التعامل الجاد مع كافه متطلبات مجتمع الاعمال وتسعى لتلبيه هذه المتطلبات على وجه السرعه. فهذه هي رساله اجتماع اليوم. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة القاهرة. وجدير بالذكر أنه رئيس الوزراء في ختام الاجتماع النهاردة كلف بتشكيل مجموعة بتختص بحل مشكلات المستثمرين. المجموعة دي هيكون في أعضائها الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ومسؤولي الجهات المعنية بوزارات التموين والتجارة الداخلية والتنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة لوزارة التجارة والصناعة والزراعة واستصلاح الأراضي، علشان تكون دائما مجتمعة في إطار الحرص على مواجهة أي مشكلات بتواجه المستثمر وتشجيعه على امتلاك المشروعات الخاصة به. مهم ان احنا دايما نتابع الاقتصاد ونشوف الارقام بتقول ايه، لان هي اللي بتقول اذا كنا ماشيين في الطريق الصح في ظل يعني خطه بتسير عليها مصر وهي الاصلاح الاقتصادي. شفنا المرحله الاولى تم تنفيذها وبدانا في المرحله الثانيه. النهارده رئيس الازمات او قطاع الازمات في مجلس الوزراء اللي بيتعامل مع اي ازمه بتمر بيها مصر اكد على كيفيه تعامل مصر مع ازمه كورونا والارقام كانت عامله ازاي مع ازمه كورونا فيما بعد أزمة كورونا. أكد على أن معدل النمو في مصر كان نسبته 3.2% خلال عام 2021، ولكن متوقع أن النمو في العام الجديد يكون نسبته بعد ما كان 3.2 يوصل ل 5.7%، وده في ظل اهتمام الدولة في بالاقتصاد فيما بعد جائحة كورونا والتأثيرات اللي عاشها العالم كله بعد جائحة كورونا. فأكد كمان أن الخطة بتسير بشكل جيد لأن مصر قدرت أن هي تحقق ارتفاع في أو نسبة النمو خلال الربع الأول فقط من العام الجديد وصل نسبته ل 9.2%، وده المعدل الأعلى من نوعه على مدار 20 سنة. فده بيؤكد على أن الخطة اللي بتسير بها مصر بعد جائحة كورونا هي ماشية بشكل جيد جدا. أكد كمان أن خلال فترة فيروس كورونا مصر كانت من الدول اللي كانت لم تتوقف في البنى وفي إقامة المشروعات القومية، فضلت أن هي مستمرة في المشاريع اللي بتنفذها. كمان مصر قدرت أن هي تجذب العديد من الاستثمارات، وخلينا أقول لحضراتكم أن تم جذب استثمارات خلال هذا العام بالمقارنة بالعام السابق بنسبة أكبر وصلت ل 46%. هي أرقام جيدة جدا بتؤكد على أن مصر ماشية بخطى ثابتة في خطة الإصلاح الاقتصادي، ونتمنى طبعا مزيد من الارتفاع في أرقام النمو والمعدلات الاقتصادية. من فترة كنا بنتابع مع حضراتكم مناقشة مجلس الشيوخ لقانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، واللي بيكون حاليا في مراجعة تحت قبة مجلس الشيوخ، وبعديها هيرجع لمجلس النواب علشان يتم الإعلان عن إصداره بعد المراجعات. مجلس الشيوخ مؤخرا وافق على عدد من المواد المهمة جدا في قانون العمل الجديد، وأهم هذه المواد هي بتتكلم عن بعض المحظورات على العمال في قانون العمل الجديد. عايز أقول لحضراتكم بشكل سريع كده بعض هذه المحظورات اللي تم الموافقة عليها. على سبيل المثال إنه يحظر على العامل الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل أو العمل لدى الغير سواء بأجر أو بدون أجر، سواء أثناء ما هو بيعمل في مكان ما أو جهة ما. حاجة تانية، ممارسة نشاط مماثل للنشاط اللي بيمارسه صاحب العمل، دي كمان من ضمن المحظورات. محظور أيضا الاقتراض من عملاء صاحب العمل، ومحظور طلب أو قبول أي هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ مقابل أي شيء يجري لصاحب العمل، وكمان محظور جمع التبرعات
الصفحات النقدية أو العينية أو توزيع المنشورات إلى آخره، كل دي محظورات تم الموافقة على إدراجها في قانون العمل الجديد. خلينا نعرف أكتر على إزاي الاتحاد العام نقابات عمال مصر بيستقبل هذه التعديلات وهذه الأمور اللي بيتم إقرارها في قانون العمل الجديد، من خلال الأستاذ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اللي بينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير يا أستاذ مجدي. مساء الخير يا فندم. إزاي حضرتك شفت المواد اللي بيتم حاليا مناقشتها؟ إحنا بقالنا فترة يمكن في متابعة للي بيحصل في مجلس الشيوخ ومناقشة المواد الخاصة بقانون العمل الجديد، عايز نتكلم تحديدا عن ما تم الاتفاق على أنه يكون محظور على العامل اللي حضرتك ذكرناها من لحظات. الأمور دي بتصب في صالح العامل وصاحب العامل ولا حضرتك بتشوفها إزاي؟ والله هي محظورات مقبولة جدا، لأن هي بتحافظ على العمل والعامل وصاحب العمل. يعني احنا كعمال دايما نقول ان احنا بنحتاج زي ما بنحمي العامل نحمي كمان صاحب العمل، لأن استمرار المنشأة في عملها هو ده ضمانة لأن العامل يتقاضى مرتبه، وكل ما العامل أو كل ما المنشأة تكسب ويكون يعني بتحقق أرباح، العامل بالتأكيد هياخد أرباح وياخد حوافز وياخد سهر وياخد كل حاجة. وبالتالي طالما هذه ضمانات لاستقرار العمل واستقرار وتأمين لصاحب العمل، فاحنا معاها مش ضدها، لأن دي مش ضد العامل. لا، أنا النهاردة لما العامل يروح ياخد فلوس من صاحب العمل، ما دي تعتبر رشوة أو رشوة مقنعة. ولما برضه يروح يسرب ورق من ورق المصنع لأي جهة تانية أو لأي منافس أو أي حاجة، ده برضه احنا لا نقبله. وبالتالي كل هذه المحظورات محظورات مقبولة، واحنا شايفين ان استقرار العمل في صالح العامل بنسبة 100%. استاذ مجدي، هل في اخبار عن موعد الانتهاء من المراجعات اللي بتتم في مجلس الشيوخ حاليا لقانون العمل الجديد ورجوعه لمجلس النواب؟ احتمال بكرة القانون يخلص. احتمال، لسه برضو مش اكيد، اما نشوف بس على حسب المناقشات اللي موجودة. ان ما كانش كده هنقعد 15 يوم تانيين ونبتدي نكمل، لكن يعني ما زال هناك بعض مطالب للعمال داخل هذا القانون، وان شاء الله اللي ما ناخدوش من الشيوخ ان شاء الله ربنا يقدرنا وناخده من خاصة ان في مادة او اثنين، يعني كم مادة كده لسه مختلفين حواليهم، يعني هيبقى لينا جولة اخرى ان شاء الله في مجلس النواب حوالين هذه المواد. حضرتك تقصد مطالب ما جاتش في القانون الحالي؟ لا جات، بس في حاجات احنا معترضين عليها في القانون. زي الحالي. ايه؟ زي ايه يا استاذ مجدي؟ زي الماده 133 اللي هي ماده انهاء الخدمه، اللي هي بتسمح لصاحب العمل، بتقول للعامل ان هو كل واحد يقول للثاني انا ماشي بعد 3 شهور. طبعا هي صاحب العامل محطوط فيها كده يعني، لكن هي دي بتدي احنا يعني احنا اتفقنا كمبدا يعني ايه من خلال المناقشات اتفقنا ان الفصل التعسفي ده جريمه ويجب ان احنا نتخلص منها. وبالفعل كل الاطراف وافقت على ان الفصل يكون عن طريق المحكمه وليس عن طريق صاحب العمل. طيب مش ده اللي كان القانون بيقره؟ أقول. ها؟ مش ده اللي القانون بيقره فكره ان يكون في عامل؟ بس في ماده بقى 133 بتقول ان يجوز لصاحب العمل او للعامل ان كل طرف من الطرفين يختار، لما يكون مش عايز واحد في العقود الغير محدده، يعني العقود الدائمه، يقول له انا مش عايزك بعد 3 اشهر. تمام؟ وحط شرط يقول ان هو يكون مبرر قوي وكافي. طبعا ده كلام مطاط، وحكايه مبرر قوي وكافي دي مش يعني مش محكومه. وبالتالي اللي انا عملته في الفصل بالغاء الفصل التعسفي فتحت باب خلف ليه في باب الانهاء. طيب سريعا يا استاذ مجدي، مقترحكم للماده دي ايه علشان خاطر تكون مرضيه؟ هي ماده مستحدثه ما كانتش موجوده في القانون القائم. او لو هي مش يعني مش الغائها، يكون برضو الانهاء عن طريق المحكمه. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الاستاذ مجدي البدوي نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. الخبر اللي معانا دلوقتي هو خبر بيهم تقريبا العاملين في المجال الطبي. وزارة القوى العاملة كانت أعلنت عن وجود 37 فرصة عمل في المجال الطبي، ولكن في دولة ليبيا، والمرتبات الحقيقة مرتبات مجزية بتوصل ل 20,000 جنيه. وأكدت على أن بكرة هيكون معاد انتهاء التسجيل للحصول على فرص العمل دي، فأي حد يعني بيستهدف أن هو يكون بيشتغل في دولة ليبيا في المجال الطبي
يسرع بالتسجيل على الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة، يسجل بياناته وبعد كده يدخل على فرص عمل بالخارج، يختار فرص العمل بالخارج ويشوف الخطوات اللي هيسير عليها علشان يسجل على فرص العمل. ولكن بكرة هو آخر معاد للتسجيل على 37 وظيفة في المجال الطبي في دولة ليبيا. طبعا دي بتعتبر الدفعة الثانية من الوظائف اللي بيتم الإعلان عنها من قبل وزارة القوى العاملة بعد ما تم تدشين وإطلاق منظومة الربط الإلكتروني ما بين مصر وما بين ليبيا، بالتحديد ما بين وزارة القوى العاملة في مصر ووزارة العمل والتأهيل في ليبيا، وده علشان يتم حماية المواطنين المصريين اللي بيشتغلوا في دولة ليبيا. فالحقيقة أي حد مهتم بهذه الوظائف يسرع بالتسجيل على موقع وزارة القوى العاملة. في متابعة لتصريحات خاصة لوزير المالية الدكتور محمد معيط تتعلق بالقطاع الصحي في مصر، ودي كانت بعض التصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر التأمين الطبي السابع للرعاية الصحية. قال بعض التصريحات المهمة جدا اللي حبينا نتوقف عندها ونشاركها مع حضراتكم، وهو إن القطاع الصحي توزيعه في مصر وتوزيع مقدراته تعتبر غير عادلة. ليه الدكتور محمد معيط قال كده؟ يعني أولا هو أشار إلى أنه تعداد مصر الحالي بيتعدى 103 مليون مواطن، منهم 29 مليون تحت خط الفقر، وأشار في تصريحاته إلى أن 29 مليون اللي تحت خط الفقر حاليا دول غير قادرين على أن هم يغطوا احتياجاتهم الطبية من خلال دخلهم، وبالتالي في احتياج لإعادة ترتيب أولويات القطاع الصحي وتوزيع مفرداته بشكل سليم علشان نضمن أنه كل الفئات المجتمعية حتى اللي تحت خط الفقر يكونوا قادرين أن هم يغطوا احتياجاتهم الطبية، وده من خلال تطبيق منظومة التأمين الطبي أو التأمين الصحي الشامل. أضاف كمان الدكتور محمد معيط في تصريحاته في مؤتمر التأمين الطبي السابع للرعاية أنه هناك حالة من عدم التأكد لغاية دلوقتي من انتهاء وباء كورونا، وأنه هيظل الوضع مستمر في الترقب والمتابعة إلى أن ينتهي. وكمان أنه الأزمة الأخيرة أوضحت أنه في عجز كبير جدا في عدد من الدول لمواجهة الجائحة وتحمل الآثار خاصة مع ظهور أوبئة جديدة. كل ده أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية على أنه بيعتبر تحديات بتقف أمام تطبيق نظام صحي شامل متكافئ للجميع. الموضوع ده الحقيقة رغم أنه بيعرض واقع حقيقي معاش في مجتمعنا المصري، لكن هو بيفرض أن إحنا لابد نجد استراتيجية مختلفة، علشان زي ما الدكتور محمد معيط وزير المالية أشار إلى أن في 29 مليون من 103 مليون مواطن مصري تحت خط الفقر هيكونوا غير قادرين على تغطية تكاليفهم أو احتياجاتهم الطبية إذا لزم الأمر، وبالتالي ده يستدعي من أجهزة الدولة ومؤسسات الدولة أنها تكون بتضع خطة لمحاولة وضع نظام متكافئ ومتعادل ومتوازن لتقديم الخدمات الطبية الشاملة لكل المواطنين. نروح لخبر آخر، وهو إعلان صندوق النقد العربي إن هو بيمنح لمصر قرض تعويضي جديد بقيمة بتوصل ل 368 مليون دولار، وده علشان يتم مواجهة التحديات الراهنة خاصة تحديات فيروس كورونا. بيقدم الصندوق هذا النقد ده علشان يدعم جهود الدول الأعضاء في الصندوق لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية أو الإصلاحات المالية والهيكلية، وعشان زي ما قلنا لحضراتكم يواجهوا التحديات المختلفة. نقول لحضراتكم الوسائل اللي بتتضمن أو اللي بيشملها هذا القرض، هي إن هو يوفر التمويل أو يلبي احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وكمان تمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابع ليه، بالإضافة كمان إن هو بيعزز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية، خاصة زي ما قلنا لحضراتكم لمواجهة تداعيات ما بعد كوفيد-19 أو ما بعد فيروس كورونا. ونوضح لحضراتكم إن صندوق النقد العربي هو بيعمل تحت مظلة جامعة الدول العربية.
واحنا بنتابع مع حضراتكم اخر المستجدات الخاصه باعلان 2022 العام الجاري عام المجتمع المدني، وده اللي اعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في اكتر من مناسبه واكتر من فعاليه، انه هذا العام هيكون مخصص للمجتمع المدني. ولما بنتكلم عن المجتمع المدني بنكون بنقصد الجهات الغير حكوميه الغير رسميه اللي بتسعى للعمل المجتمعي وخدمه المجتمع بشكل غير رسمي. من ضمن الجهات دي هو صندوق تحيا مصر، واللي تم تأسيسه من سنوات برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، واللي أعلن عن إطلاق قوافل حماية لرعاية 4516 أسرة لقدرون باختلاف. قدرون باختلاف ده الشعار المميز اللي تم إطلاقه لدمج كل الفئات من ذوي الهمم في المجتمع المصري. وقوافل لرعاية الأسر من قدرون باختلاف شملت 7 محافظات حسب إعلان صندوق تحيا مصر، هي القاهرة واسكندرية والجيزة والأليوبية والبحيرة والفيوم والمنيا، وده تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية. خلينا نتعرف أكتر على تفاصيل المبادرة وتفاصيل هذه القوافل من خلال أستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر اللي بينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم. عايز في البداية أتعرف على تفاصيل القوافل اللي تم إطلاقها في 7 محافظات اللي ذكرناهم، بتستهدف تقريبا تقديم إيه للأسر دي؟ يعني الحقيقة إحنا بنحاول طوال الوقت من خلال محور الحماية الاجتماعية إن إحنا نوفر كل سبل الرعاية للأسر المستهدفة في كل محافظات مصر، مع التركيز طبعا على ذوي الهمم زي ما حضرتك قلت في المقدمة قادرون باختلاف. وده بيتم الحقيقة بفكرة دراسة الحالة اللي دايما بتتعمل من خلال فريق صندوق تحيا مصر والمؤسسات المجتمع المدني الشريكة وبالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي عشان نعرف احتياجات الناس، نقدر ازاي ندعم مع كل ما يقدم من اجهزة الدولة. احنا بنشتغل على رعاية ذوي الهمم في اكتر من اتجاه. اولا في القوافل الخاصة بالدعم الغذائي والمستلزمات العناية الشخصية اللي دايما الحقيقة بيكونوا محتاجينها على حسب نوع الاعاقة، وبيشاركنا في ده عدد كبير جدا من شركات القطاع الخاص. أيضا القوافل الميدانية بتستهدفهم من خلال القوافل الطبية المتخصصة في رعاية ذوي الهمم، ويمكن كان عندنا قافلة نهاية الأسبوع الماضي في كفر الشيخ وفرنا من خلالها الأحذية الخاصة لأصحاب الإعاقة الحركية وغيرها. كمان على المستوى الآخر من خلال بقى يعني نضمن استدامة البرامج المقدمة لقادرون باختلاف، ده من خلال تكليف السيد الرئيس بمشاركة الصندوق في أول صندوق استثماري خدمي يقدر ان هو يوفر كل احتياجات ذوي الهمم. هو صندوق عطاء لحد دلوقتي رصد الصندوق 180 مليون جنيه لهذا الشأن. كمان أيضا من خلال التواصل الدائم مع المؤسسات الرعاية الخاصة بقدرهم باختلاف احنا بنعرف احتياجاتهم ايه وبنقدر ان احنا ندعم زي ما حصل خلال الأسبوع الماضي، سواء في الدعم الغذائي او في كل المستلزمات الطبية او المستلزمات العناية الشخصية اللي بيحتاجوها. خطتكم الوقت اللي جاي أستاذ محمد في أولا مواجهة التقلبات الجوية، وإحنا بنتابع في الوقت اللي فات موجات طقس سيء، هل ليكم أي مبادرات خاصة في هذا الإطار؟ إحنا في كل سنة الحقيقة بنكثف من جهودنا في القوافل الميدانية بداية من شهر نوفمبر من كل عام عشان نقدر إن إحنا ندعم أكبر عدد من الأسر المستحقة ليستقبلوا فصل الشتاء وهم عندهم الأمتعة والنفوشات والأغطية، بالإضافة لو المنازل الخاصة بيهم محتاجة أي رفع كفاءة لاستقبال فصل الشتاء بتكون فرصة الحقيقة مهمة إن إحنا يتم ده من خلال الجمعيات الشريكة أو منظمات المجتمع المدني الشريكة. اشتغلنا خلال الفترة اللي فاتت الحقيقة في أكثر من مكان، سواء سانت كاترين أو سيدي براني والواحات البحرية وجنوب أسوان، بالإضافة لعدد من القرى الأكثر احتياجا في أسيوط وفي إنا، ده كمان مع يمكن بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي كان لنا الفرصة إن إحنا نشارك من خلال مبادرة نور حياة قافلة حلايب وشلاتين.
فزي ما بقول لحضرتك احنا بنحاول ان احنا نتقاسم الادوار ونحاول نوسع من دايرة القوافل الخاصة بينا بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني. خلال الفترة اللي جاية احنا حريصين جدا الحقيقة على استكمال المبادرات الخاصة بالرعاية الصحية، سواء في توفير أجهزة الغسيل الكلوي، سواء في توفير الحضانات للأطفال المتاثرين. كمان إن شاء الله بصدد الانتهاء من مشروع طموح لتطوير قرية سيدي عبد الرحمن كنموذج للتعاون بيننا وبين القطاع الخاص. طيب ختاما يا أستاذ محمد، عايز أعرف من حضرتك خطتكم كمان لخدمة المناطق الحدودية. أنا عارف أن لكم مبادرات كتيرة في عدد من الأماكن الحدودية زي حلاب وشلاتين وغيرها من الأماكن اللي على الحدود، لو تكلمنا أكتر على التفصيل ده. يعني الطبيعة الحقيقة الخاصة بسكان هذه المناطق بيتحتم علينا أن احنا يكون في قوافل يعني على مدار العام. زي ما قلت لحضرتك يمكن احنا كان لينا الفرصة ان احنا نشتغل في اكتر من قافلة في سانت كاترين على تغطية احتياجات المواطنين هناك. أيوة. اشتغلنا اكتر من قافلة على الواحات البحرية، اشتغلنا في سيدي براني، اشتغلنا في وادي العنائي في جنوب اسوان، اشتغلنا في الشيخ زويد ورفح والعريش. القوافل الحقيقة على مدار العام يمكن كان لينا الشرف ان احنا نخدم ما يقرب من 11 مليون مواطن خلال 2021، وان شاء الله بنستهدف ان احنا نكمل على نفس الوتيرة خلال 2022. بشكر حضرتك شكرا جزيلا الأستاذ محمد مختار المتحدث الرسمي باسم صندوق تحيا مصر. نروح لمتابعة سريعة لحالة الطقس ونعرف بكرة الأرصاد بتتوقع إيه. الحقيقة بكرة الأرصاد بتتوقع أن يكون في استمرار لانخفاض درجات الحرارة، فهتكون درجات الحرارة في ساعات النهار وهيكون الطقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحري وكمان على السواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء. أما الطقس فهيكون معتدل في ساعات النهار على جنوب الصعيد، أما في ساعات الليل فهيكون شديد البرودة وبيميل لحد أو لدرجة الصقيع على بعض المحافظات في الجمهورية. بالنسبة لفرص سقوط الأمطار فهيكون الأمطار من خفيفة لمتوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وكمان هتكون في فرصة لسقوط الأمطار على جنوب سيناء وسلاسل جبال الأحمر جبال البحر الأحمر، ولكن هتكون يعني فرص أقل، هتكون أمطار خفيفة. كمان قد يعني تصل الأمطار لشمال الصعيد برضو هتكون الأمطار خفيفة، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فمتوقع أن لو سقطت أمطار هتكون أمطار خفيفة على فترات متقطعة. طبعا نتمنى ان الطقس يتحسن خلال الايام الجاية، واحنا خلاص يعني في اخر ايام شهر طوبة، فالمعروف ان هو بيكون اكثر الشهور يعني شدة في البرودة، فنتمنى ان الايام الجاية تكون بتحمل لنا طقس افضل. من أخبارنا المحلية خلينا ننتقل مع حضراتكم لمتابعة سريعة للأخبار الإقليمية والدولية، وخلينا نروح مباشرة للصين. لسه ما خلصناش من كورونا ولا أوميكرون ولا المتحورات الجديدة. النهاردة ووهان المدينة الصينية اللي هي كانت منشأ كورونا في البداية، النهاردة بتصدم العالم مرة جديدة باكتشاف متحور جديد اسمه نيوكوف. ده اللي أعلن عنه باحثين صينيين، وجدوا هذا النوع بين الخفافيش، ووجدوا أنه مصدره كمان مدينة ووهان الصينية مرة أخرى. النتائج المبكرة بتشير إلى أن السلالة الجديدة دي قادرة على أنها تكون أكثر شدة وأكثر فتكا من كوفيد-19. ووفقا للباحثين في الصين فنيو كوف اللي هو المتحور الجديد هو يعتبر سلالة جديدة من فيروس كورونا، ولكن بيرتبط ارتباط وثيق بما يعرف بمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية، وبالتالي تأثيره الأكبر هيكون على الجهاز التنفسي. المهم اللي نعرفه أن نيو كوف ده طبعا ربنا يحفظ الجميع، ولكن مهم نعرف أنه معدل وفياته أكتر من كوفيد-19 من 3، متوقع أنه هو يقتل أو يميت شخص، ده في المتوسط من كل 3 أفراد. ده اللي أعلن عنه الباحثين اللي توصلوا لهذا المتحور الجديد وهذه السلالة الجديدة. ده لغاية دلوقتي اللي تم الإعلان عنه، لكن بالتأكيد منظمة الصحة العالمية بتتابع الوضع بشكل مستمر وهتكون بتعلن تفاصيله الأيام المقبلة. بننتهز الفرصة ونرجع نأكد على حضراتكم أن احنا ناخد بالنا من إجراءاتنا الاحترازية
احترازيا، نحاول نحافظ على نفسنا اكتر، نحاول ان احنا ما ناجلش تلقينا للقاحات بجرعتين، سواء جرعه واحده او اتنين او جرعه تعزيزيه للي محتاج لكده او حالته الطبيه او الصحيه تستدعي ده، علشان نقي شر الفيروس او متحوراته المختلفه. ومع ظهور متحورات جديدة وأهمية التأكيد على تلقي اللقاحات، في موجة شعبية كبيرة جدا في كندا بتدعو أن ما يكونش التطعيم وما يكونش اللقاحات بشكل إجباري، لأن في كندا تم إصدار قرارات أن يكون التطعيم واللقاح إجباري على المواطنين، وده اللي أدى وجود احتجاجات واسعة جدا في كندا، خاصة كمان عند القصر اللي بيقيم فيه رئيس وزراء كندا جاستن ترودو. فتم بالتالي نتيجة يعني وجود هذا الحجم من الاحتجاجات نقل رئيس وزراء كندا إلى مكان سري هو وأسرته، محدش يعرف هم راحوا فين، ولكن تم إعلان ده من قبل هيئة الإذاعة الكندية أن نقلوا أسرة جاستن ترودو رئيس الوزراء، وهو كمان تم نقله معاهم لمكان سري علشان يتفادوا الاحتجاجات الشعبية الكبيرة جدا اللي بتشهدها كمان العاصمة الكندية أوتاوا، وده أرجعوه لوجود يعني مخاوف أمنية نتيجة الاحتجاجات، على الرغم من أن لحد امبارح كانت الاحتجاجات هي سلمية تماما وما فيش أي اتهامات بيتم توجيهها للمتظاهرين أو المحتجين، ولكن النتيجة أن تم نقل جاستن ترودو رئيس وزراء كندا وأسرته علشان في مخاوف أمنية عليهم من الاحتجاجات الرافضة للتطعيم الإجباري في كندا. ختام فقرتنا الإخبارية مع الشأن السوداني، مهم أن إحنا نتابع السودان الشقيق وما يحدث فيه. إحنا عارفين أنه من 25 أكتوبر اللي فات وفي يعني حراك شعبي كبير قوي بتشهده الشوارع السودانية رفضا لما حدث وما عرف بالانقلاب العسكري، ورفضا للحكم العسكري اللي قتل فيه من بداية الاحتجاجات في 25 أكتوبر لغاية النهاردة 78 شخص. النهاردة وخلال الأيام اللي فاتت بيزداد تجمع الألاف في مختلف الشوارع الرئيسية لمدينة الخرطوم في العاصمة السودانية، وغير كمان الخرطوم في أكتر من 20 مدينة بيتم فيها تجمعات واحتجاجات مستمرة. واستبقت الاحتجاجات دي السلطات السودانية بقطع الطرق في عدد من الأماكن، وكمان غلق بعض المنافذ الخاصة بمداخل ومخارج المدن علشان تمنع التجمعات الكبيرة، خاصة فيما يخص العاصمة السودانية الخرطوم، وأعلنت كمان حظر التجمع في منطقة محيط القصر. الاحتجاجات بتتزايد مع تزايد حالة الشلل في العاصمة الخرطوم كمان، ومعاها بيتم إغلاق المدارس والجامعات والمؤسسات الحكومية والخاصة، وكل ده يعني احتجاجات شعبية رافضة للحكم العسكري في السودان، وبتطالب بعودة الحياة المدنية والحياة السياسية بشكل طبيعي اللي كان المفترض أن بيقودها حمدوك، اللي في الأيام الأخيرة شهدنا وتابعنا مع حضراتكم أنه هو قدم استقالته في عن رئاسة الحكومة في الفترة اللي فاتت، وبالتالي يرجع السودان للمربع صفر، وعلشان كده الاحتجاجات لازالت مستمرة في الأيام الحالية، وبتواجهها احتجاجات أو إجراءات أمنية مشددة من قبل السلطات السودانية. نتمنى السلامة لجميع الشعب السوداني والاستقرار لي في أقرب وقت ممكن. خلينا نخرج لفاصل قصير، نرجع من بعديه نكمل فقرات حلقتنا، وبعد الفاصل هيكون لينا فقرة خاصة جدا مع الأستاذة نجوى مصطفى الناقدة الرياضية، اللي هنكون بنسألها وبنتعرف منها عن تحليلها لمباراة اليوم اللي انتهت من وقت قصير ما بين مصر والمغرب واللي فاز فيه المنتخب المصري. لحظات وراجعين لحضراتكم، خليكم معنا.